السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا علي صادق للمنوات. اليوم راح نقدم قصيدة للشاعر المقنع الكندي، وهذه القصيدة خاصة بمنهاج الأول المتوسط. الشاعر المقنع الكندي هو محمد بن ظفر بن عمير الكندي، والشاعر لقب بالمقنع لأنه كان دائما يضع اللثام على وجهه لحسنه وجماله الشديد. وهنا بهذه القصيدة نلاحظ أنه الشاعر يأتب على قومه، يعني شديد العتب، لأنه كان دائما كريم مع قومه ويساعد دائما المحتاجين، لكن من خلص أمواله ونفقها عليهم اتخلوا كلهم عنه. فراح نسمع هذه القصيدة وياكم ونلحنها بأسلوب لحني بسيط حتى يسهل عليكم الحفظ. نبدي. يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. ألم ير قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا. ألم ير قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وإن ضيعوا غيبي حفظت عيوبهم، وإن هم هووا غيي هديت لهم رشدا. وإن ضيعوا غيبي حفظت عيوبهم، وإن هم هووا غيي هديت لهم رشدا. يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. ألم ير قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا. ألم ير قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وإن ضيعوا غيبي حفظت. Oh,